ننتقل لضيفتنا لليوم. رح نتحدث بشكل مفصل عن طيف التوحد. رح نتحدث عن اليوم العالمي للتوحد اللي هو بيصادف ب 2/4. هناك قصص نجاح عديدة سجلتها العديد من الدول بموضوع التوحد تحديدا. رح تكون معنا نور حياصات أخصائية تربية خاصة، رح تحكي لنا عن التوحد بشكل مفصل وكيف نقدر نكتشفه للأطفال وكيف يتم أنه نحن نسيطر عليه وما يأثر على حياة أولادنا بشكل كتير كبير، وأهدونا هذه الباقة الجميلة من صنع أيادي مجموعة من الأطفال ولونها أزرق نظراً لشعار التوحد. فصباح الخير ستي، وأهلا وسهلا فيكي، وشكراً أنه يسلم إيديكم. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحك يا رب. الله يسعدك. تمام. شكراً على البرنامج الحلو أول إشي، وشكراً لاهتمامكم بموضوع التوحد وتسليط الضوء على هذه الفئة اللي محتاجة منا كل الوعي للمجتمع والأهالي طلاب التوحد. شكراً لكم. أكيد قبل ما نعرف شو التوحد، كيف بنقدر نتعامل مع الأطفال وأهمية دمج الأطفال بالمجتمع، خلينا إحنا وياكي والمشاهدين ست نور نشوف هالفيديو سوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو اسمك؟ اسمي أحمد علي سمران. أحمد كم عمرك؟ عمري 13 سنة وأنا في الصف السادس. طيب أحمد وضح لنا مميزاتك ومواهبك. الحمد لله ميزني الله بقدرات عالية في مادة الرياضيات، حيث تفوقت على أصدقائي في مهارة الحساب الذهني. طيب أحمد، بدي أسألك، هل واجهت صعوبات في حياتك بسبب التوحد؟ لا، لم تكن إصابتي بالتوحد يوما عارضا أمام تميزي وتفوقي في الحياة. كانت دافعا محفز قوي وجعلني أؤمن بنفسي. طيب أحمد، ما هي رسالتك التي ترسلها لمن يشاهدك الآن؟ لكل فرد منا ما ميزه عن غيره، فأني أنصح الجميع يتقبلوا أنفسهم لينطلقوا إلى الحياة السعيدة والناجحة. والعام أطفال التوحد بألف خير. أنا شان من عمان، أحب أشكر ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. إن شاء الله بحلقات تانية يعني أكيد الله. تحياتنا لسعد ولأحمد ولأهليهم، يعني إبداع صراحة. لما بنشوف طفل غير ناطق بالضبط تحول لناطق وصار يقدر يتعامل وصار عنده حياة اجتماعية مع بالزبط. الأطفال التانيين بالضبط، يعني ما بتصدقي قديش الفرحة لما يكون طفل بتشتغلي عليه طول السنة وما في لسه نتيجة، ما في، وآخر إشي تلاقيه بدأ يطلع الكلمات اللي عم تشتغلي عليها. يعني إعجاز. إحنا رح نتحدث بشكل مفصل عن أحمد وسعد بعد قليل، ولكن بالبداية خلينا نتحدث عن طيف التوحد أو اضطراب التوحد. ما هو هذا الاضطراب ومتى بيتم اكتشافه، ولما نكتشفه مبكرا قديش بيساعد الأطفال يعني لاحقا؟ تفضلي. هلا اضطراب طيف التوحد اللي هو اضطراب نمائي، احنا بنعرف اضطراب في السنوات الأولى الثلاثة من العمر بيظهر، بتظهر عليه مظاهر في قلة التواصل البصري أو ضعف التواصل البصري، ضعف التواصل الاجتماعي، وضعف اللغة طبعا اللي هي أهم شيء. ما بينطق، ما بيناغي، ما في إيماءات حزن، بكاء، فرح، يعني ما بتظهر الإيماءات الطبيعية للطفل، تظهر أنه مثلا نوبات بكاء مستمرة، نوبات ضحك مستمرة، فما بظهر السلوك الطبيعي للطفل الطبيعي في المراحل النمائية الأولى. طبعا التدخل المبكر هو أهم خطوة في التوحد. كل ما بديتي تكتشفي أنه الطفل فيه مشاكل وبده علاج وتوجهيه للمكان المخصص، طبعا هذا بيخفف عليك كثير من مظاهر التوحد وبيخليه يدمجه بالمجتمع، يعني زي الطلاب اللي شفتيهم، يعني أهلهم ما شاء الله بسرعة حطوهم بالمكان المناسب، اشتغلوا عليهم باللغة، بالعلاج الوظيفي، بخدمات التربية الخاصة، وبعدين دمجناهم في المدارس العادية. هم هلأ مدمجين في الطلاب مدارس عادية. تعليم الدامج. نعم، التعليم الدامج.
إذا هاي نصيحة منك لكل الأمهات اللي عم بيحضرونا بالبيوت، إنه هذا الطيف بصيب الأطفال قبل 3 سنين. نعم. ممكن من أول أيام حياته. نعم. وفي علامات بتدل إنه هذا الطفل عنده مشاكل. بالزبط. لازم تراجع المختص لحتى يحدث فرق في التطور. بالزبط. يعني وبنشوف قد إيه أطفال تغيروا سلوكهم وتعاملهم وحتى النطق عندهم. بالضبط، يعني مباشرة لما تشوفي ابنك ما بيرد على اسمه، لما تناغيه وتعالي ما بتفرج فيكي، ضعف في التواصل، مو عم بتطلع، يعني توجهي للمختصين، والحمد لله يعني بالذات بالأردن ناجحة في هذا المجال ومختصين كتير. يعني كل واحد رح يقيم رح يعرف إيش وضعه إن شاء الله بإذن الله. فبيساعدك كتير من العملية العلاجية. طبعاً أحمد وسعد، قصة نجاح من خلالكم. يعني أتوا بعمر صغير وكان هناك تطور بشكل كبير على الحالة الموجودة عندهم. تحكينا عن أحمد وسعد، وإحنا وجه لهم تحية لأحمد وسعد ونحكي لهم صباح الخير. أكيد صباح الخير. طبعا أحمد وسعد من طلابنا من زمان، تقريبا لهم 6 سنين 7 سنين عندنا في المركز. إجوا للمركز، قيمناهم وشفنا إيش بالضبط نسبة التوحد، يعني هل هو متوسط بسيط شديد من أطياف التوحد، وبدينا نشتغل معهم جميع الخدمات، خدمات النطق، خدمات التربية الخاصة، خدمات العلاج الوظيفي. طبعا بدينا معهم من كي جي، اول شيء قعدوا بالمركز فتره معينه، وبعدين بدناهم بالكي جي 1 وكي جي 2، وبدوا يوصلوا رياض الاطفال والتمهيدي. نعم. لوصلوا المراحل هلا بالابتدائي الاثنين، يعني ما شاء الله، وبيمتحنوا مع الطلاب العاديين، وبتشوفي علاماتهم من المتفوقين ما شاء الله، يعني زيهم زي الطلاب العاديين. تم دمجهم مع الطلاب العاديين. نعم، دمجهم مع الطلاب العاديين، عندهم زملاء، عندهم اصحاب. يعني حتى احمد عنده اخوه، هم سكان سعوديين انتقلوا الى الاردن. فعنده اخوه بنفس المدرسه، فرجع كطفل طبيعي. فشوفي كفرحه الاهل وفرحتنا احنا. طبعاً. كمركز يؤهل طالب مع اخوانه يطلع معهم بالمدرسه، المدرسات نفسهم لان اخوانهم مراحل عمريه زي بعض، فيعني فرحه لا تعوض. طيب صدقاً. كيف كان الدمج، يعني تاثيره عليه؟ بنعرف عندهم بيكون مشاكل اجتماعيه، لغات التواصل ما في، وبيكون خايف اغلب الاحيان انه هو يتعامل مع اشخاص ثانيين. كيف كسرتوا هذا الحاجز؟ طبعا هو بالبدايه احنا عندنا برنامجين للدمج، دمج جزئي ودمج كلي. نبدا بالطفل دمج جزئي، يومين في الاسبوع يبدا يتعرض على البيئه الموجوده، على الطلاب، على المعلمه، كيف يتعامل ومعه شادو تيتشر. طبعا لازم تكون شادو تيتشر مرافقه معه لانها معلم الظل. نعم، تبسط العمليه التعليميه، تقدر تدمجه بالفرصه مع زملائه بالانشطه بالرياضه، لانه عندهم برامج، انت بتعرف المدارس التعليم الدامج انشطه وبرامج. طبعاً. وبدك تعرفي البيئه اللي صف اللي هو فيه والمدرسه تكون يعني قابله لهذا الشيء، تكون قابله للدمج. يعني انا مستعده لتقديم خدمات لطفل توحد او احتياجات خاصه. طويلة. والحمد لله ما بيلاحظ الفرق بينه وبين الطلاب التانيين، ما بيسال مثلا انه انا ليش هيك. لا ما لا بالعكس، وبيحبوا المدرسه وبصحوا الصبح منشطين بدهم يروحوا. ممتاز. يعني بالعكس، يعني انت كانك ضايعين ولقيتي لهم الشيء اللي بدهم اياه وجهتيهم. بالعكس، هو التوجيه مهم جدا تحديدا للاطفال بشكل عام. اليوم من خلال التعليم الدامج، ايش التحديات اللي بيواجهها اهل الطفل تحديدا؟ انا دائما بحكي وعندي قناعه مطلقه، هو المجتمع المعيق. نعم. بالضبط، مجتمعنا الذي يعيق اي شيء بالعالم. نعم. ونحن موجودين مختلفين، يعني ما في حدا متشابه. نعم. بالحياه بشكل عام، ولكن من خلال التعليم الدامج والتوعيه باهميه التعليم الدامج وتقبل الاخر مهما كان، احنا بجوز واحد شعره قصير ما يتقبلوه او شعره طويل، فهو صعبة. التقبل الاخر قديش هذا كمان كان شيء مهم واشتغلتوا عليه والمدارس اشتغلت عليه. هلا يعني انا ما بقول لك انه ما واجهنا تحديات، احنا بندمج باكثر من مدرسه، مو مدرسه واحده. لازم تكون المدرسه عندها معايير مخصصه للدمج، هذا مهم جدا. وبعدين متقبله، مش بس الاداره، المديره والهيئه الاداريه هي فقط المتقبله. معلمه الصف، مربيه الصف، معلمات التخصصات الثانيه، رياضيات، الانجليزي، كلهم يكونوا متقبلين للدمج، متقبلين لطفل توحد داخل الدمج. هذه كثير مهمه. ثاني شيء، الطلاب، هي الطلاب انه راح يجي طالب توحد معكم، بدكم تراعوه. مثلا لو اخذ ألم بالغلط منكم، ممكن تتصرف تصرفات عشوائيه، الطالب ياخذ ألم ياخذ محاي، أو الطالب مثلا يأخذ منه ألم وما يستأذنه، فالطالب يصير عنده نوبة غضب. فلازم يكون في تقبل. طبعاً. تقبل للطلاب نفسهم والمدرسين. بتعطوا محاضرات للطلاب يكون في عندهم الوعي الكافي للتعامل مع الأشخاص اللي عندهم مشاكل توحد؟ يعني إحنا بدينا مبادرة اسمها مبادرة نضيء عالمكم. مبادرة للتوعية المجتمعية في التوحد، بدينا فيها من قبل سنة 22 بيوم التوحد العالمي اللي هو 2/4. طبعا كل عام وأطفالنا بخير. هو بعد أيام إن شاء الله.
ما كان نفسي يكون نفس اليوم نعمل في لقاء لكن ما حالفنا الحظ. فكل عام أطفالنا التوحد بألف خير ويوجه لنا أخصائيين يساعدونا بهذا الميدان إن شاء الله. إن شاء الله. فبدينا فيها هذه المبادرة بالتوعية في الجامعات في المدارس في المستشفيات. ممتاز. مبادرة مجانية من مختصين التربية الخاصة بالأردن اللي بنقول جبابرة التربية الخاصة في الأردن ساعدونا فيها وكانوا يلقوا محاضرات ووعوا المجتمع. وهذا الموضوع التوحد. جدا مهم لأنه إحنا أولادنا طبيعيين وبتعرضوا للتنمر بالمدارس بالزبط. فما بالك لما يكون عنده مشكلة بالزبط. وهنا السبب الأساسي لكثير أمهات للأسف إنها بتخجل تقول إنه أنا عندي طفل بيعاني من مشكلة التوحد. برضو هاي مشكلة تانية إنكار الأهالي وعدم يعني تقبلهم لأطفالهم. لكن إحنا الحمد لله يعني خلينا نقول وصلنا لمرحلة حلوة يعني أغلب الأهالي بدوا يتقبلوا إنه طفلي توحد وبتحسن وبيندمج وبيدرس زيه زي أخوانه وأصحابه. بالزبط. بالزبط. الحمد لله. لكن في فئة ما زالت تنكر هذا الدور. وإحنا هينا مع التوعية بالمجتمع وحتى كمان لما تقبل لما يكون بالمول مثلاً وابني قاعد على الأرض مثلاً ما بده يقوم إنه ما كل الأهالي يتجمعوا وشو هذا وشو هالسلوك طبيعي يعني حتى أطفالنا الطبيعيين بيعملوا هالأشياء طبعاً. لما بدهم إشي معين وهو غير قادر على التعبير على الإشي اللي بده إياه لذلك رمى حاله على الأرض وأنت ما قدرت تفهميه. فالمجتمع كمان بده توعية والحمد لله إحنا يعني عم نعمل هاي المبادرة إلنا سنة في التوعية في المستشفيات. إذا إجى على المستشفى الولد ضايج ونوبة غضب كيف الممرضين يتقبلوا كيف يتعاملوا معه بطريقة إنهم يتقبل المستشفى كمان يعني عم نعمل فيها إلنا سنة وإن شاء الله نكمل بهالميدان. هو التحدي عند الأهالي إنهم ينتجوا جيل يعني صحي نفسيا يعني إحنا نتحدث عن الصحة النفسية بشكل كتير مهم وفي كتير موجودين أطفال بالمدارس غير صحيين نفسيا وعم يسببوا مشاكل للأسف. للأطفال اللي حواليهم. نحن اليوم لا نتحدث عن اضطراب أو طيف توحد ولا نتحدث عن إعاقة ولا نتحدث نحن عن أمر من الأمور الممكن لحظة بحياتنا وهذا إشي طبيعي والاختلاف موجود وهذا إشي موجود منذ سنوات ولكن طبعا. المشكلة نحن اليوم بالأطفال بصحتهم النفسية وهذا إشي كتير مهم. قديش مهم إحنا اليوم لما يكون في هناك توعية للأطفال بتقبل الآخر بشكل عام قديش هذا اليوم بيساعدنا إلى إنه نخطي خطوات كبيرة بالتعليم الدامج وأيضا تقبل الأطفال لبعضهم البعض بغض النظر مرات طفل مش طولان قد أصحابه أو طفل أطول من أصحابه عم بيسببوا له مشاكل. لسه يوم أمس سمعت يعني موضوع مهم جدا لطفل صار بكره يروح المدرسة عشانه أطول من أقرانه هو لو يعرف الطول يعني الناس مطلوبة هالأيام. مظبوط. حتى درجة الصوت مرات يعني إحنا طلابنا أحيانا درجة الصوت تكون منخفضة جدا ومرات عالية جدا درجة الصوت ممكن يتنمروا عليها في المدارس إنه شوفوا صوته كيف بيحكي الولد للأسف. فهذا كله بدك تخليه يتقبلوا المجتمع هذا للأسف. وعملية صعبة طبعا لكن الحمد لله ماشيين يعني مواجه طيب. صعوبات لكن ماشيين. ست نور الأشخاص اللي ما عندهم القدرة المادية إنهم يحطوا أطفالهم بمراكز للتربية الخاصة لحتى يطوروا من أطفالهم شو ممكن يعملوا؟ هل ممكن إنه يتحسن الطفل إذا الأم قامت بهذا الدور ولا لازم بمركز أو أخصائي يتابع حالة هذا يعني الطفل؟ لأنه هذا عمر سنين نعم. يعني مش يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين نعم. يعني خلينا نحكي الأساس أخصائيين مهم جدا صدقا القدرة المالية هي عبء بعرف حتى لو أخذت الأم الأساسيات من الأخصائي بتساعد كتير الأم والأم أساس وهي تلتين البرنامج لكن الأخصائي له دور يعني له دور كبير أكيد. هلأ بالنسبة للقدرة المالية الحمد لله هلأ التعليم الدامج والمدارس صار فيه غرفة صعوبات تعلم ولأطفال التوحد دمج يعني هذا الحمد لله بدوا يساعدوا وأخصائيين نطق كمان أخصائيين نطق وأخصائيين يعني بدوا يدخلوا بالتعليم بالمدارس الحكومية فهذا إشي منيح بس هو بحاجة لبرنامج يعني طبعا طبعا خاص. وصراحة يعطيكم ألف عافية أنا حضرت أكثر من جلسة وشفت الجهد والتعب اللي بتقوموا فيه فيعني يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يعني شكرا لتواجدك معنا. يسعدك شكرا لكم شكرا وكل عام وانت بخير وانت بألف إن شاء الله خير قريبا وإن شاء الله نضل يعني بهالبرنامج ما شاء الله أنتم مهتمين جدا بهاي الفئة يعني هذا يعتبر إنجاز بعيوننا. شكرا شكرا أهلين.